والراحة الجو. ناخذ لا زواج غير الشمعة هذا. تبي شعلة أنا بروح أجيب سماعة. يا أخي. شمعة السماعة مش تطفي. بشوف بشوف. راح شوف تأكد. يلا. بدي شو تطفي. أجي جوا. ترند يوتيوب. وين؟ عندك أجي يوتيوب؟ يلا شوف. جيب جيب آيبادك شغل خلنا أسمع شيلاتك. أهلا نعم نعم طالب الماجستير دراسة جميلة جدا، واحد يتعلم ويستفيد. عشتك وأحبك، شكرا يا جاكو. ترى صوتي متبحم عنها النوم. قايم من الصبح مع فجة الضوء، مع فجة الضوء وأنا قايم. واليوم شرت لي بريدز محط. نعم إخواني. الله ابشر بس بعد يا مناحي. ما يخسرني مو من شاني. لا شو خل جوهره يا قلبي. شغل شبكة. لا ما عندي جوهره، تألف اسم كذا على كيفك. اتألف. انا اخذ حره يا قلبي. حياك وياك، انا ادري من الحماس عندك. ايه. في احد الجامعات. لا تسألوا عن شيء نبدأ لكم يسؤكم. ايش فيك يا قلبي؟ بي انا بقول بيجي في شغله وفي كذا ما يحتاج. بعدين تدرون ان شاء الله. ستبدي لك الايام ما تخفي. جات الشبكه ولا ما جات؟ جات؟ بسم الله. عشت ايامك. على طاري تقول الاخ الكبير مال اخو الكبير. اعطيكم سالفه جميله جدا يوم تقول مدي الاخ الكبير بكر فريد. خلاص انا بسولف شيلات وشيلات. فجرت روسنا. اكتب. شكلها راح شيلات. فيش بكره ما في؟ لا في في. جاهز؟ يرجع شغل. خلاص انا بعطيهم سالفه بعدين. شغل شيل شيل شيلتك. خل حط. لا لا اسمع ذوقي يا دحم. دحم شغل شيل. خل نعطيه بس السالفه. لا تشغل انتبه عشان ما تخرب سالفتي. ثم رقك رقنا. فيها شغال. اي زي ممتاز شغال. لبيه؟ ابغى بصيد جديده. كيف؟ اي تجي تجي. كذا لا. شيلة جلسة مع الكفو، شيلة شذوقك؟ انت تختار دحوم. يتخلى علي الله عراقي؟ الا يتخلى. ايش تخلى؟ اسمع ذوق دحوم. تخلى الله. خلاص 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 خلاص. لا تتجنن على الله. اسمع ذوقك. اسمع ذوقك يلا. خلاص خلاص. تحب هذه انت؟ ادري اني ما ادري انا جاتك من الله. اصبر خلاص. لا تتجنن. اتجنن. اقسم بالله اني مو بسمع. انت خلاص اسمع. هذا اخر شيء. طيب اخر شيء. اي والله. في السماعة تعبانة. حطها. بعد شيء ثانية. طبعا شوف ذوقك. خليني اشوف ذوقك. وين؟ بنحط على قراطيس افكار. هو شيء حبيبي ايش؟ هو كان يحب شيء ثاني. هذه شيلتك؟ ايه. هلا عاد. انا برضه شوي عشان ابدا. يكون ان شاء الله وسع. شوف اي يا رجال اقرا دحوم اقرا. شوف السرعه ما يقرا فيها شيء. لا لا قص قص انا من هنا. لا لا من جيش علاقتك وسمعت. طيب انا سايب عليهم. انا سايب عليهم. قصة قصة قصة. في هذا يقولون واحد اللي اسمه شو اسمه يقول اسمه ميزر ابن زياد ناله من شيوخ الاسلام من ابن طواله. يقول له اخو كبير يقول اسمه تغيم. قصر تراك وترتني يا رجل عشان ما اطردك يا ولد. ما ادري خلاص ما ادري بي شيلات. اسمع السالفه. استفد استفد تعلم. انا حق على الشيلات. لا طف. اسمع السالفه واستفد. انت اولى من هنا. لازم تسمع تستفيد. خليها يا رجال. دقيقه انا طفي شيل الشحن. ايه والله ممتاز ما شاء الله عليك ملقب. ويقول طال عمرك هذا واحد اسمه ميزر وواحد من اخوه الكبير اسمه تغيم وكان يبر اخوه ولا يعص اخوه. وفي يوم من الايام وكشف له فرس واهداه لاخوه وذبحت الفرس وكسب له فرس اخرى واهداها اخوه. الو كاد مرت الايام يقول وهم شادين ويا جماعتهم وكان ميزر يمشي رجلي واخوه ركبي على ذلول.
جات مشادة وكل جمعة يعينون مشادة بين ميزر وأخوه دغيم، ودغيمن على الذلول قام عليه بالعصا. ترى ما بين يقول جاء بينهم ارتفع الصوت اللي فطخوه بالعصا، طاحت العصا. راح ميزر خذ العصا وعطاه أخوه دغيم، قال امسك العصا وضربني إلين تبرت يدك، خذ راحتك. وعلى مرأة الجماعة بسم الله العظيم إنها شهامة. الوكاد انتهت القصة وراح. يقول يوم جاء بعد شهرين كان معهم واحد جار لهم توفى أبوه، عنده اثنين من عيال، تقاسموا الحلال بقى البعير وحط أبوك، تهادوا اثنين الأخوان على ذا البعير، جاءوا يفرعون بينهم الجماعة ومنهم ميزر، ومسك الأخ الصغير قال يا رجال ما يصير، هذا أخوك الكبير يا أخي حطه البعير، قال أجلني مثلك، يضربني بالعصا وخليه، الله العظيم إني أذبحه. قال أنا ماني بعطيها العصا، أنا أعطيه الخيل الأصيل. وتأثر وأنشد، قال له قصيدة، قال خيلت أخوي شمر تروي الأرماح، ذبحت وجبت لي سوات المهاتي، ماني براكبها إلى صاح صياح، لطنب الراعي براس الفلاتي، لو كان قلبي مع هل الخيل قد راح أعنها وجهزه لين ياتي، وإذا نزرني نظرة والغضب فاح، أقضي وتسني وحد من خواتي، وإذا ضربني بالعصا والعصا طاح، أنا وله مظنون عيني يشفاتي، وإذا طلبني شيء ماني بشحاح، أرد للي خابرين سواتي، هذا عضيدي ماشي لي بلنصاح، لو غبت عينه ساهرة ما تبات، يبغيه قبل الموت غطت الأرواح، لأخذ على عدوان الطايلاتي، يجعني إن شاء الله مطبط أفضل صاحب دنك قلبي، خلاص صوتي تبحح. بعدنا الجوال عسر لنا نقرأ وش مكتوب، بنقرب عشان نقرأ وش تقولون، عشان نعرف وش تقولون. إيه أنا نقربه عشان نعرف وش تبون. عشان صح. ولا عطنا الريموت، تحط لي استشوار، جيب الريموت أنا القصة خلاص طلعت موجود تعال موجود يا حبيبي. جيب الريموت الثاني، بالصالة. هلا خربان. هلا خربان. طفيه. ها. طفيه دبغتك. طفيه لي تهلس ها. عش في جهنم. بسم الله على لا جيب الريموت الثاني. أرحب يا خلود. أبقى. إن الأدب والأخلاق والشهامة مع أخوي خلود. الله حي. حيك. الله يسعدك. ما عندك اختبارات أنا أخوك؟ لا. عندي أسحب عليهم. عز تمشي الجمهور. والله العظيم كبط. فهمت. فهمت. وثلاثين وأنا عايشين في هنا. لا ولا. اللي به برد. الرجال تراني ما بين ما تبين خلاص خيط حق كل بارح ولو تتسوى لا حطه عليه مو على كيفك بين يلا تعال ما بين حطه تعال اقعد في حضني اقعد في حضني عادي لا والله ليه اخوك تبين عادي ما تخبيه انا عاد وش تحسبني ورع احسنت ما شاء الله عليك رجال عادي تراني صرت خلاص احسنت صرت كبار صف ثالث ارتعي ما شاء الله عليك رجال يعني الحين رجال ما شاء الله عليك اي خلوا تقولوا ترى ما عندك ما عندك يلا اليوم يوم خلوا يا رجال خلاص انت يوم كل بارح قلت روح عاش حينكم بحرين قطر ولا بحرين قطر والله بحرين قطر حبر تعمل بلازات ما يطيح على وجهه قطر ما شيء سبيسات ايش؟ عندي مشكلة ترى الصبح أكون مروه ومفطر قطر قهوة قطر أصبح إيه لا بدي شوي يعني نعطيها كذا نقل شوي مع الأخوان كلنا زعلنا سأل رب عليه فلان سأل عن تقول بسأل سلامي كل شيء جوا من دحوش دحوش كلهم دحوم وبسن دحوم وبسن رب عليه رب عليه كيف أتود الحمد لله ومثل أبو مسفر يا رجل أبو مسفر عقل منه أبو مسفر عقل منك لا تقرأ صورك يا رجال دخلنا شو تشتحهم عندك حكم
دحوم عندي حكم انا. خليه يشرب. لا 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 اسمع انا عندي حكم. لا اتحكم بالهواء. خلينا ندخل على واحد ندغي. من اللي فاتح بيت؟ في واحد انا بقول له حكم صعب ياكل بيض. ياكل بيض بدون ما يشرب بدون ما يشرب بيض على طول شعره. ترى مفيد اللي بس هذا. يجي مقص. يجي مقص على طول. خليه يروح نشوف نحط له حد نرتغى نشوف ادخل كان نرتغى ابشر تبي ترتغى؟ اي اقول كل واحد قوي جدك انت هي يلا دخل انا جدي بقول في واحد يجي خدام منو؟ عندي انا عندي حكم صوري هو يجي خدام هو يجي خدام ولا تجي خدامه ناس تحيك في الشارع والله بس مباشر مع خلد اخوي خلد اخوي ما عنده الا يا رجال الله يوفقك يا رب دخل واحد قوي بدور ايش ترينا كيف اعرف اذا تعلمون علموني انا انت ولا ولا خلوته فلاح وين فلاح رسمي نبناه يا رجال نبيه عشان اعطيه حكم شوي ود بناحي بخط الله يسر عليه خالد بقي سعد الطيري يا اخونا يا راسي بيقول بدل الناس الله راسي وجاني انا عرفت الدور انا عرفت الجمهور بس الجمهور يعلمون الله راسي ينطق يا جمهور من ندخل انا راسي ينطق خلود اسمك شجع يلا من شجع سلام انت الزعيم الهلال انا الزعيم انا عنكم ايش الهلال المن من انت مبين اول شجع الوطن هذا اكيد ذاك اول ذاك يشجع النصراوي من هو انت انا بر في ابوي بس قرام بر في ابوي هلال بس ايوه هلال بس ايوه هلال خلود ايش تقول بتحب مات؟ هلال تولي قالها وانا احب الهلال انا الزعيم الهلال تحب احب انت عن تمام بالشتاء الحين قطت عليها رجعني بتسيك انا الهلالي انت الهلال ايوه ما شاء الله عليك اقلك عندهم واحد يا ولد انا ابشروا بالسعد اشتري لكم شماعات يا اخي سمعتك كبيره وين هي راحت انت صادق يا زين هزينه عندنا سماعات والله العظيم لو تشتغل وكان حاط فجر روح كانت حاط قنبله ذريه في البيت هزه ارضيه من قوتها قويه جدا حتى لعبنا بيها بعد النوم والله العظيم قويه قويه فلا لقمه لا ما تدخل معه ما يطبق احكام من هذا قبل شوي مهدي لا وش مهدي مهدي ثم انت استقر مهند مهند انا بعيد يا اهلا 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 مرحبا مرحبا يا محمد يا مرحبا ما شاء الله عساك طيب والله تمام الحمد لله شلونك انت ابشرك يا قلب تطبق احكام انا كان معلق عندي لان تريد تزيد فهمت؟ انت بلا تنتقل عدوى لا ايش اسمه؟ عدوى التعليق، ترى ما قلت على الله يزين، البارح التعليق روع القلب. والله ما ادري ايش السالفة، اتبثيت ويود البث يعلق. طلع ادخل وادخل الاب ولا هو تحديث في تحديث؟ ها. انا حتى معلق عندي شوف دقيقة. والله تو حدث وضبط. ما ادري هو ضبط ولا لحد لا في تعليق خليني بحدث وجهك يا مهند لا خلاص انت ما طفي مهند اصبر لا طفي لا ما مطفي يا رجال بحدث مالك اصبر لا زين يعلق يا مهند دحم واضحين ان عندك لا ما يعلق زين مضبوط ما تبي خلاص خلود اليوم ناوي ايه انا بس ما
هذه جيب لنا حطام قوية. كيف؟ تعال كرر يا الله. أنا عندكم بيض، جهز بيض. هي لا ترسل، أنا برسل، أنا برسل. جهز بيض. تكفى يا جهور، خلنا بيض. خلاص. شوفني إذا ما في بيض روح اشتري بالآن بيض. ورنا تصور. ترى صدق الآن أشكركم. محمد اللي حاكم وين؟ كل منا واحد. يعني حكم انت ولا كل ولا واحد ما في مشكله. اهم شيء طبق وش. انت بتلف يمين يسار تعطيني تبي واحد يحكم؟ انا لا نبي واحد يا محمد. انا شوف نعطي هذا حكم، ما نعطيك حكم نعطيك حكم، اختار انت اللي تبي منها. انا شو رايك؟ انا ولا واحد. خلاص ما عندك مشكله. انا ولا واحد. حكم الجمهور. انتم اظني احس الجمهور بيخلص. اعطوني ثلاث احكام ونختار واحد. خلاص 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 كمان بيبي كمان بيبي كمان بيبي. دحوم دحوم واحد يقول دحوم. لا تصير علوم كم هند كل شيء زين. ها كلهم يقولون دحوم. ها والله معروف دحوم دحوم والله تمام معروف. الله دحوم معروف. كيف قال الاجواء؟ يلا يلا انا حكم الاول. تاكل بيض بدون شيء بدون شيء هم مسلوق بدون شيء. جواب القناه يا محمد بدون شيء. بالله تاكل بيض بس. بيض تاكل. يشرب تشرب. شوف دحوم يقول تشرب بيض، انا اقول تاكل بيض بقشاره. مش تقول يخلون؟ يا رجال شو اسمه؟ يبلعها كبرها. طيب اللي ما عنده بيض؟ لا يروح يشتري بيض. روح اشتري. فرينا. حط فلفل في خشمه. لازم اشتري. ايه لا ما في. طيب ثلاث احكام. ثلاث احكام. هاشم خلاص انا ما في بيض ولا ما في. ايه. هاي العين. عطى جاكو. جاكو. والله. العب. يلا روح اشتري بيض. اشتري بيض وعندي بقالة. ابشر جهز البيض. اروح اشتري بيض. ايه. ما عندك بيض؟ اخذ بلبل. يا حبيبي. اخذ بس بلبل. شوف شوف. خذ ثلاثة فلفل كلها. اشكرك يا جاكو. شوف يا مهند يا حبيبي. 400 هذا على وجهك 400. 400 قوي جدا. شوف 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 شوف. عايني هنا. لا اشكرك يا جاكو. لازم هنا المصداقيه بالبرنامج هذا يكون عندك مصداقيه. هذا اسمه سي في. اذا انت تدخل مع ناس ما تطبق هذا خطه فادح. فادح يقول خلوه عشان ما تدخل في باب النفاق. لا لا طبق انت والله لازم تطبق. بعدين تصير اشكاليه يا حبيبي اذا واحد اخلف واذا اؤتمن خالف. طيب ثلاث شد محمد تعطيني ثلاث احكام. انت بحطك في الليسته هذه خطيره جدا. احطك في الليسته هذه لازم تطبق الاحكام. تاكل فلفل. هذول يدعمون. محمد مسكت على وش؟ انا قلت تاكل ثلاثة فلفل. خمسة دبلة. لا احذر احذر احذر. عشرة. اقول مسكت على البيضة هذه. ها؟ على حبيبي. اسمعك. قلنا لك تاكل فلفل. ايه؟ كم حبة ياكل؟ خمسة حبة. لا عشرة لا عشرة وايد بيلعب في الأمعاء الدقيقة والأمعاء. أربعة. خلاص خمسة. أنا أقول أربعة. أنت تقول ياكل فلفل صح؟ لا خمسة. خلاص أنت تبي يسوي؟ ها الفائدة. أنا أحس إن وجهك فيه وجهك شاحب. وأحس على بداية سخونة، فأنا أنصحك تأكل من البصل. البصل مفيد، البصل هذا يا حبيبي قالوا أوه رطق، يا حبيبي أنت بتعرف. رطق. وأنزل لهم المن، اسمع يا رجل اسمع. وزن.
فزنا عليك. نشكركم، تعال يلا نشكر نشكر إيش نشكر سلسو، يشكرك الحمد الودعاني الله العظيم، ما قصر الجود هم برجر ما قصرت كلهم. أنا دقرب تسمعني أبيه أخضر، خلاص اصمت خلينا نتكلم تسمعني. أسمع بات فلفل إيش اسمع بصل إيش بسرعة لا تتفلسف تتأخر وانت سالف خلها لا يا قطمة طاعش خلها يسوي انت قلت واحدة خلاص خلها يسوي 50 ضغط 50 بوش أب عشان انا انصح بالبصل، البصل زين وممتاز حلو يعني 50 خلاص عليك اختر يا اخي انت تبغى تحطها مليون طيب البصل كلها كاملة 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 انا اقطعها نصين وكل نص ما عندي مشكله يلا رحمتك يا حبيبي عادي البصل مفيد جدا والله انا اصلا كل بصل يعني اصلا بني اسرائيل قال يوم الله انزل لهم المن والسلوى قالوا خلاص خلينا نروح مصر نزرع ناكل خلاص ابيك انا اعطيك محاضره يا اخي في القصه عن بني اسرائيل قول حدث عن بني اسرائيل وعادي مفيد البصل نعم بس يا بس على اكيد بصل حق لا بس يحرق لا لا مفيد لا ممتاز البصل ولازم يتعلم ولازم هذا اسمه مرونه الان نعطيه مرونه وبيدخل مع ناس قويين يعسي الهلك اليوم وحاول يعني تفرش يعني ثلاث مرات استخدم اخلط السنسوداين مع مش عضلات الزرع يعني دحوم عضلات راح اجيب بصل لا بدا عقب اخس عليك ياكل بصل حقي تبع لبيه حطات هلا والله سماك لا هذا حقك ايش رايك تخليها نص نص خلاص يلا عفوا تعك نص عادي ما عندي مشكله ايش رايك تخليها نص بصل ما شاء الله عليها وري شوف لف لف شوف اشوف شوف لف البخي ما شاء الله هذه بصله مفيده جدا شلونها احمر هذه مفيده جدا يقول ترفع المناعه تفت فانا عندك المناعه صحيح جدا اقسمها نص يلا كلها كما تاكل التفاح اعتبرها تفاحه تخيل ايش رايك نصها يا محمد خلاص نصها انا قلت لك كلام امي يا حبيبي كل نص ساعه تفاحه اعتبرها تفاح تخيل عيش لا تقفل البث ابغى اشوفك لا تقفل ابغى اشوفك وانت تاكل لازم اشوفك وانت تاكل يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله يا تحمل تحمل لي اللي جيت وما شاء الله قناة السودان عندك يلا الله يعينك الله يعينك يلا عماد لبيه انتبه على يدك الله يحفظك ترى قال بسكين ايش رايك تخلونا نص ترى قال بسكين يا حبيبي لا عدل السكين هذا خطه واضح لا ماني قالبها لا اقلب السكين لا اي صح 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 سكينكم غريب حتى كذا الله على كيفك اهم شيء بس تاكلها شنو مين هذا حدودها بس احسنت احسنت تقطع بس انت تقطع يدك انت مالكم ولا اكلها نعم احسنت انت مالكم ولا اكلها اكلها بس بعد يقول سكين مقلوب مقلوب مش اللغه العربيه طيب انا بنفسي مقلوب كله احسنت احسنت تاكل يلا عتبره تفاح واحد يقول جالس مع ابو قليب اتحداني يخليك تتخيل هم ياكلون نص دجاجه انك تاكل يبه دجاجه كامله قال ابو يلا تخيل خذت نص تاكل دجاجه كامله وخذ النص محمد انا ماني متخيلها ماني متخيلها بتفاحه ولا برتقاله ولا موزه انا ابي اقصدها تخيل حاجه اكل بس تخيلها باذنجان اكل بس وقت اكل كل كل خبز بس فراوله ثلاثه خل عندك ما احسن فراوله ترى اصبر 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 صغرها عمام قطعها انا صغرها ادفع يدياتك بس
يدك يدك انتبه. يلا خلاص اكل لا تقطع تعبنا، ترى الناس ورانا ناس بسرعه يلا. ورانا يلا بسرعه. صاد بعد يسكر لك ينحضر بعد يسكر من عندنا. اجعل في العافيه ما شاء الله الولد ياكل البصل عجبك من الاشياء الصحيه والفائده. لا تقول ما تطبق احكام يا محمد. لا لا طبق، يعني معروف انا من كبار مطبقين هذا البرنامج مشهور. نسالهم نقول محمد دعاني اكثر واحد يطبق الاحكام في البرنامج. عجبه صح جميل لذيذ صح. بسم الله يجي حمر اسكين الان ما شاء الله تحول يدينا سوق ما شاء الله تبارك الله الان ضمير حار. ايش حتى اخوه داخل حار تغير وجهه الان في عيونه عيونه حمراء في عيونه تحب عجبه صح تنزل. بسم الله عليه ما عجبك صح ما عجبك ما عجبه والله في عيونه. تعال تعال شوف خلنا نشوف. بسم الله قاعد اسوي حركات الين اشوف حركات ما يخطر من خشم ما شارك شيء. بسم الله عليك تكبر عيونك حمرت عيونك حمرت وجهك اشوف لا ما جا شيء اشوف لف لف اشوف لف خلنا نشوف ايش كبر اللي كليته. لا باقي انت ما كل نص هذه ما في ربع ياكل ياكل هذه بقى هذه يلا بسرعه هذه كبيره على طول اكلها. اي دقيقه خليني اجيب مويه. اي احسنت يلا اجيب شوي لا ما في هذا حكمنا ان شاء الله. تدعي لنا امك لان ما قصرنا معك يا حبيبي رفعنا منع. قلت ترى ما في ما في ما في لا تبي تهلك. لا لا اشرب مويه عادي دحومي يريد ان يهلك في اليوم. هلا في مويه يلا اشرب اشرب عادي عجبك صح. عيونك حمرت ها يقول عيونك حمرت يلا اكل ما حمرت ولا العافيه. اي والله انا حمرت والله ما اكل العافيه. تروح تمثل يلا تمثل يا اخي شهد التمثيل كله كله اكله بسرعه يلا تعبت ترى يا رجل يحبه كل بصل. اوه لا لازم يشوف انت اكل لازم يشوف ترى ما نحكم حكم ترى ايش اسمه ياكل والله ياكل قدامنا نريد ان ننظر وانت اكل. شوفه حد صغير ولا مرة هذا بس يلا بلعب بسرعة بلعب لا 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 تورانا بعد تورانا بعد انا ويد اذبحوني ولا وش قطع محمد ادمن القسط وين يا اخي اعطونا كمامات ورا اكثر من اقسم من العابد. اوه كم والله العظيم. لا تصلي اليوم لا تصلي الرسول يمنع الصلاه في المسجد. انا عايش اتقبلها يا نمط ممنوع لا تصلي الفجر اليوم معهم تكتمهم والله تنتصر على الشيبان اللي بيقرا فاتحه الشهاده وفي الركعه الاولى. يا الله عطر 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 يلا لا شكرا يا مهندس اعطيك العافيه حبيبي. ايش رايك تخببها يا محمد؟ لبي خلاص ما قصرت عذرتك ما قصرت. ايش رايك تخببها؟ ما قصرت. هو الان الوجه عنده تعب. الله يحفظك. قصرت. احلى طيب ايش ما تكبره. ايش رايك يا محمد؟ ابي اكل ما قدرت. خلاص ما قصرت لبى قلبك حفظك. يعطيك العافيه يا محمد ما قصرت. الله يسعدك. لبى قلبك. ما يعطيك ما قصرت. انت حط رشوه. الله ما شرحت لي زكيت الناقل روح تبسط روح منا يا اخي كثر من الشريحه هذه تعبانه. الله يهديه الله يهديه. بس ايش هذه الرايحه يا شيخ؟ ما توقعت كبده كذا اقسم بالله العظيم. ايش الكبد ذي ذاك ما شاء الله عليك. بعدين بعدين شب 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 امنعني لا اسطرك على عينك. خلاص لا تسولف علي اتوقف سولف اي سالفه خليك ذيب وش شيء تقول على طول. اخ 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 راسي جعني اخ. بسم الله عليك لا امزح امزح عشان قلتك ارفع ذي رجال كم مرة علمتك وين؟ لا ترفع انا علمتك سوي كذا وبس. ايش تسوي؟ سوي كذا وبس بعدين كذا بعدين طب لا شعاج دحوم على عين راسي الاخير دحوم اجيب لا
أرفضه. ايش تبي انت ايش تبي؟ أرفضه. ترفضه؟ أكيد. ليه؟ يرجع شكله يبي يروح مع أخوه الثاني. وين؟ لا لا أنا يبي شو اسمه؟ واحد. يبي منافسة شريف. يبي واحد قوي. هو نعم الله عثمان يبي الزعيم ترى ما عندنا. بإذن الله خل حمود يظهر إن شاء الله ويسفير ويبشر بسعادة. بكرة أطلع بحالك وفي النار. وين؟ أطلع بحالك. وين أطلع له؟ أطلع بالبث بحالك. حسوا البرق إذا وش حسوا البرق؟ حسوا. إي وين حسوا البرق؟ يقول يبي حسوا البرق. وشكله؟ تعرفه أنا؟ مين أعرف حسوا. وشكله؟ تعرف له؟ خلنا أقرب أنا. إي رقيد على أبو الغود. أخوي أبو الغود انذاه بنشوفه يلا بنشوف شلون يقول شكله الغود هو له الغود أنت لازم تداوم الله يعافيك أنا من المصاخين الله يعافينا وياه يقول لنا حسون لأنه دون الله يعافيه مو بالدون مو بالدون قصتهم الله يعافيه يعني الله يعافيه لا تخلونا نتكلم الله يستر عليك الله يعافيه الله يعافيه نعنى من الكرم أنت لازم ت شو الدواء انا ما عدا هو على كيفي ترك اول نصيحه مره طيبه انت تقول اسمع من هنا ومن طلع احتام انت ابو تتكلم عليه يقول احفظ لسانك ما تلفظ واللغه ترى اللغه تسبيب كل امور والله ترى عزه يعزك عجبني هذا عزه يعزك اللي درب هذا عز نرفع عليه العقاب يقول نرفع عليها العقاب. عندنا ما يحتاج العقاب. ما يحتاج. والله بث الصباح تراني أحب بعشق. من أحلى البثوث الصباح. وين ناحي؟ أجيك أبوك والسوالف واجد وعلوم زينة. من هو اللي بيعجبني جوه؟ الله يبقيك يطول عمرك يا قلبي. إيه في واحد يقول وين وين مناحي؟ مناحي مسقط دحوم خلوا قلنا لك مناحي مسافر يا اخو هم يقولونه هم يقولونه كتبنا انا ليه يا شباب وين وين وحدنا قصيبه شو كلبهم يقولون وين مناحي نقول مناحي قولوا ميدا هي الغدا لا رسلت انا عليك فقبل ما يقبل سالفه ابو الغدا كذا احسون ادخلنا ان شاء الله بذر الله نوصل بذر الله نوصل مليون ورقة ريضة 2 مليون طول علينا مليون الله يعطيكم العافية طيب مليون وين مليون حوالي 500 ألف ارجع معك جمهور معك جمهور كثير ما بشر مسعد بس كلهم طيروك في كبس حسون وين تبين الرقة القوا يلا حزوجي القوا يلا حزوجي يلا حسون حسون وانا عالم والله من يختار منه وين حسون حسون اكتب اسم اكتب اسمه حسون يطلع لك ابيه اكتب اسم حسون وبيجيك ابو مساعد ابي دعوة سريعة دعوة سريعة كيف يعني بيشوفوا ما درى منا اصفطونا من تقول اصفطونا ناس ترونهم كويسين اعطونا واحد يقولون دحوم نبي شنار نبيه يقولون دحوم نبي شنار شنار انا ما ادري وينه ما ادري وينه والله ما كلمته والله ما كلمت كل شيء مع فهد بن محمد وشو فهد وشو وشو لا دحوم يا الله أنا صراحة رأيت عليه والله يغلى راح أقتلها لا 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 ما يصح حسون والله على مالك أنا نزا حسون أما نعرفه والله ما نعرفه بيشوف بعد وش كبس وكبس ولين نوصل مليون كبس ولين نوصل والله إنه نهائي يعني هذا أحلام قدك يبي لك سنة سنتين نهاية عارف كيف؟ ما النهاية؟ ما النهاية؟ ترى هذا كم؟ ما النهاية؟
يا رب السلامة. وين السلامة؟ أعطنا واحد. وش فهد محمد؟ وين فهد محمد؟ وين فهد محمد اللي دخلنا ضيعه؟ وفهد محمد وش فهد محمد؟ ما ظهر هذا ولا تحت أنا ما طلع لي رجل. أنا أشوف اسمه. اسمه فهد محمد. هذا كبسول. فهد محمد. أكتب فهد محمد على طول. ولا يلهب بالبرد حق الكلب. دب قلبك وروحك وحياتك. مش لا. جواب. توب. شلش. لا. أصلا ما في أحد اسمه توب. لا وقاعد توب. ما عرفته يا الربع. فهد محمد اسمه. اكتب اكتب فاه هذا ابشر اكتب فاه هذا يلا اكتب فاه هذا يلا انا انا عارف اني بكتب فاه هذا فهد 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 محمد ما ظهر دقينا فهد محمد ما ظهر نش ونشوف وين هو فيه وين هو فيه رجال اسمعني شوي يلا اسمعي والله وجهك يا اخوك وجهك فهد محمد نبيه ما طلعنا شكلها جاء يا ربي من قريب هلالي هلالي جوي جوك يا جوك هلالي بعد لا لا انتبه انتبه صريح زايد انتبه منها الله خليك واقعي السلام عليكم يا ابو محمد يا مرحبا الله يبقيك الله حيه يلا حيه السلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ أرحب كيف الحال؟ طيب الحمد لله شلون صحتك؟ بخير الله يعافيك كيف الحال؟ وين ورني وجهك وانت تسلم تعال تعال ورني وش اسمك أنت؟ عبد الرحمن مساعد وفيز الدوسري ونعم ونعم يا قصيري ونعم وانت اللي ورا وش اسمك؟ أنا خالد فيز الدوسري ونعم ونعم أرحب يا محمد يلا حيا كيف الحال اشترنا عنك أنتم من هالخارج لا لا أنا من أهل الوادي ونعم جاء قريبين منه ما غير 400 كيلو نوصل لكم يقول قريب ما من بعد قريب يا مرحبا يا بعد ما من بعد الله يبقيك كيف الحال الله يعافيك وش أمورك الله يسعدك طيب الحمد لله يا مرحبا الله ومسهلا كيف البرنامج معكم أبشرك الأمور طيبة عسى الأمور زينة يا مرحبا كمل أيوه. البرنامج برنامج حلو يعرفنا على الطيبين اللي مثلك الله يعزكم عليك ومستمتعين فعني والله احب ال شو اسمه البث الصباحي انا اقدر الصباح يا وش تبي الصبح خبار البوري كلي امتي في بكورها يا رجل يا كوب سبحانه مع فجد الضوء ومال ينجعبك ويزين لعبك وتنبسط فوال ليش الصبح طيب فوال ناكل بالاكباد والخلوق يا رجل ما حد له خلق الصبح من بيض لبي يا هو سعد اسمه نسيت اسمه منو هذا دحوم هذا دحوم والله والله ايه ترى بحكمك انت اي بحكمك الحكم الاول ترقي الحكم الاول ترقي دورك مدرسه اعلم عشان اكد عليك الحين الحكم الاول ما علينا الدراسه يا ابوي الحكم الاول تروح تذاكر ترى دحوم صادق من اقوى الناس الحكم الاول انك تاكل بيض تشرب بيض بدون شيء بدون بدون تشرب لا تتحرك علينا معنا جمهورنا ونعم فيكم جمهورك بس انا ابغى اشوف دحوم محكوم يلا يمكن الجمهور يمكن الجمهور يبغى يشوف دحوم محكوم معنا اساطين ونعم فيهم بس اسمع يمكن الجمهور يبيك تنحكم انتبه اقرك يمكن يبونك تنحكم لا مستحيل تحكم علينا حتى اني اقوى منكم انا يا رجال اذكر الله وعين خير يمكن يبونك تنحكم حكم الاول انا تعرف انا حربي طال عمرك انا حربي طال عمرك قالوا نعم يا الحربي وانا من هالخرج ترى ما عليك انا من هالخرج عايش ومولود فيها وبين الدواسر دواسر ربعي واهلي وعشت معهم على ما قال من ربي خلقني وانا معهم وعاد والخرج عاد ديرتهم الله يسعدك ويجزاك عدنا عدناكم الحكم الاول يا دحوم اوف 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 اركض لا تتعدى اركض
حي عيلكم الركود ركود دحوم موجود ركود ركود خلونا هدي دعدانا هدي 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 إنا أقوى منكم يا رجال ناس قعد صقع ناس قعد 400 هو ضارب عنده شوف صب الفنجان يا عيال الجولة عيال إيه دحوم هلا وش أكثر مادة تكرهها الحبسية إيزي علوم راح اجيب كتاب العلوم راح اجيب كتاب العلوم اللي بيخليك تقراها الحين لا لا ويكره الرياضيات يكره القسمه تكره الرياضيات بعطيك اربع مسائل تحلها اذا ما حليتها 50 بوش اب يا رجال اصلا انا حال كل بو والله والله مش بحبك لا بعدين 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 خلي حقك ان شاء الله الحكم لنا ان شاء الله يلا 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 كل هذا صف كم انت يا دحوم ثالث ما شاء الله رجال ما شاء الله لا تصادق هو مسألة أخوك أسأل عنك صاطي صاطي معروف دحوم سريع جدا محمد أنت من برامج الواقع نعم ما شاء الله أي برنامج برنامج كاريزما ما شاء الله توك مخلص منه قريب ما شاء الله تبارك الله ما خلصت أنا خلصت وش فزت فيه لبيه وش جوا يعني وش ال حمدت الجمهور الله لا يخلي منهم أنت رفيقي محمد العبيان ابن عمي نفس برنامج محمد ونعم هو قبل انا بعده نفس المكان نعم نفس المكان نفس الفكره نفس ايه عرفنا ما شاء الله عليكم الدواسر مخذينها فايزين فيها شكلي بغير اسمي اذا بغيت ادخل اسمي فهد الدوسري ادخل عشان افوز فيه لا لا ما عليك ما عليك تستاهل تستاهل عاد ترى محمد انا وياه مناقر دايم لبيه محمد انا وياه مناقر محمد والله ونعم انت الحكم الاول تو يا دحوم اذكر الله ترى اول جوله المفروض تسامح الناس تسامحون في اول جوله ها قلت عبد الناس بيروح منثوره قلت عبدهم يروح سته يا حبيبي خلنا نسخ خلاص يقول نسخ خلاص صاطي احنا صاطي اليوم داخلين بقوه هذا مو بصاطي فاطي فاطي ها امزح امزح لحوم تاكل لحوم ما يصير يا فاطي هلا بحبك انت اداك بيت انا اسف اسف انا اسف انا اسف فزنا عليه والله دحوم اذكر الله يا دحوم يا بني عمري يا سلام عليكم يا بني عمري حاطينه دواسر عيد العيد نشكركم يا ساطي نشكركم منيرة نشكر مشكور الله يعزكم ونشكركم جميعا شكرا بيضا لوجيكم تعال يلا عطها وحكمك ايش تعطيها دحوم دحوم عندي فكرة أبيكم تجلدوني أنت وإخوانك كل واحد يقول حكم الحكم الأول يلا أنت الحكم الأول الله بشخك بك الحكم الأول تشرب بيض بدون شيء بدون شيء طيب خلاص أنت بيض يلا ها أنت بيض أنت حكمك بيض خمس بيضات ليه دقيقة ديك أنا ليه خمس بيضات ليه واحدة البيض ما بقرامي أنا أبو ربيعة أنا دخل هذا الحكم الأول دور الثالث شقة 13 ها دقيقة قلديك لا يبيض التجاج اي اللي بخاطرك جيبه تعال والله لخبطته يا اخوان اي شيء اي شيء اي شيء لاني قاعد انجلد الحين من دواسر حاكميني جيب اي شيء لما بغيت تجيب تبن ناكله جيبه ما يخالف العط عط يقول جيب بيتزا بيتزا يا ابي هاي بيتزا بالطماطم اصلا احنا ماكلين تبن اسلم يا ابو عمد عقب الثاني اعطاك دحوم بيض يا بيض واحده بيض لا 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 كم تبي يعطيك ثلاث بيضات حلو دقيقة يعني انت الحين نقصتي الله يكثر خيرك ثلاث خلها واحدة انا اريد ان تاكل الفلفل الفلفل الجميل الفلفل لا تقول فلفل لا تقول لا تقول فلفل تسويسك حضري قلت راس ما ندخل هذا حكم ثاني فلفل فلفل ولا قر ولا فلاج عرفت قر ولا فلاج ولمها عارف زين خلاص انا بجيب انا في شيء بس بنرجع بسمع محمد هو عطاني اكل غير لك ايش عندك انت ايش عندك صدق يعني شفت لف ودور شف. والله لعلمك الصدق عندي معجون الظاهر ما عندي دقيقه طيب دحوم خلوا تحكمك عندي معجون الله وعندي ذا المشابك بس بي ادورها عرفت حقه البلوت إيه كم عندك لا لا الظاهر انه خمس اربع بس ادورها لك عطنا يا قرب اكل يا سلام عليك طيب يلا رفيقنا الثالث وش حكمه وش حكمك خلوته خلوته أبشر والله حلو شبي شبي
بنضم على جائزة محمد مساعد. يا سلام عليك. شو يقول؟ يعبد اللعبة. محمد رداني. شغل سيادة محمد رداني خلنا نركز على هيا. كل حرة. أبشر بالسعد. يا سلام. إيش اسمه؟ سيادة محمد رداني. أنت هوت حكم خلود. ليش فيه؟ أهم شيء يلعب شيء. حكمه. اي حكم هذا حكم خاص يلا بنلعب كلنا بنلعب اي واحدة اي واحدة شيء اداء هذه وين لا محمد وداني خل حره محمد وداني اي هذه طول بس مدتها دقيقه ونص هذه ولعب قام يدحون قام العب يا طيفة مطيبة ينفذون معي أرحبا يا رجال أرحبا يا رجال هرب ونعم 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 ألو ما اسمعهم خلاص شلت كل شيء عندي يا اخوان شوشت انا مع الرجال شلت حتى الطاوله ايش تبغى اسوي يا محمد هو يكلم محمد تسمعني محمد صوتك ارحب ابو فهد ارحب يا ابن عمي شلهم طيب على ما يجي محمد خلنا أعطيكم معزوفة يا عيال حلق يعورني بس عندي مشكلة أبو فهد عجزت أكل ذا الحلاوة أغص فيه أقسم بالله عجزت واضح أي زين الحمد لله لبيك خلمني واحد من الشباب الله يصلح قلبه أي نعم قدقب يعطيك العافية لبي يا فهود أسلم انا رفتك يا محمد فتخشينا عند الرجال ناكل حالنا بيتنا الله يعزك يرحم والديك لحوم ابى اجيك يوم انا محتزم شوف ابى اخليك عندك بس اعلمك شو اسوي فيك لحوم نظرني تعال قرب بتنمر عليك شوي قل كذا ابى اخليك تسكر خشمك تتنفس مع الفتحه دي لين يجيك الوز اتحداك حتى يا فاطي الله يسعدك يا سلم ابو زين يلا شكرا خير يا محمد الله يفتك الله يحفظك بسم الله وراح من نعم عليك من جيب شفنا طريقتك وش 100,000 شاي كيف اشتغلت الجوال عجزني من انطلاق الجوال والاخطاء الفادحه مثل البارح ما نريد نرتكب الاخطاء الله يعطيكم العافيه وشكرا ومشكورين يا احيا فر ولا يا عسل يا حطايب قلوبنا ما قصرتوا ابشر برد اضافهم عليكم وعليكم ذكروا ترى بن ادم الانسان في انسان انت اخو الحره يلا بقلبك انت اخو الحره محمد الدوسري عز العب جهه ما العب غيرك العب جهه ذاك يا اخو انقطع ترى يقع كل من انقطع يقع كل من يبقى يوه ما راح دخل ما دخلت انا هي اللي انا سحبت انقطع خلود ما راح دخل خلود الله 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 يجعلكم ملعفن كس قبحك الله يا الكلب افصل الله يجعلك السلال استغفر الله بغيت تحرقونا وتهلكونا فجر افتح الباب خلينا نشوف النور بسم الله علينا وعلى عيالنا وعلى اخواننا افتح الباب الرمده شك خايف افتح الباب خلاص انفجرت سالمين لا اله الا الله خلاص افتح الباب شك خايف افتح الباب خل مني الخوف ما انت ميت قبل يوم افتح الباب خلاص افتح الباب شوفين انا باب خلود افتح الباب قبل ما رضك بعدين ترضى عند الله اكبر راح افتح الباب افتح علي قلت لك تستعبطت افتح الباب ارحب يا ابتي
ابشر شفنا حل. لا اله الا الله سلامنا سلامه عطا. تقعد تشبك السلك مقطوع تشبكه بالتوصيل تجنن. قبحك الله وقبح انت منه. ما بقول اشب فيك ما بقول العافيه. قولوا ما شاء الله بغينا نستهلت. لا اله الا الله. الحمد لله رجعت الحياه لنا اللهم لك الحمد. حسبنا الله ذهبنا الى الاخره بس الامور طيبه الحمد لله. شفنا شفنا توصيل ثاني. قايل لكم الصباح فركة الليل تطفي اللمبات تفجي التوصيلات. سلمنا سلامة عطب الحمد لله الأمور طيبة. ايش صار التوصيلة مشبوكة قام خلود هي اثناء جرف ظهر شرار طفى الكهرب علينا لكن الحمد لله سلمنا سلامة عطب. تعال 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 الحمد لله. شو كنت تعتاد قلبك رجالي غدا رجال. شو الخوف عندك قدامك قلبي بسم الله عليك. نبي غسال جيبونا غسال حربي. يقول ما شاء الله يمكن يشرك ذاك. بسم الله عليك. خليك ذيب دعوة سهلة من أخوك. قلبه خفيف هنا. قلبك خفيف. قلبك قلبه أسعد. لا يطفي تكون يا رجل بيطفي علينا. خلينا نشحن شحني. يا الله شحن عشرة بسرعة يبينا شاحن. جيب ننتقل هناك. من عند بوي. يلا خلنا ننتقل. عندي بعطيه بسم الله تبقر عليك اليوم وزرة البقرة. شوف لك السلف وين أخوك. قول أعطيه عصفر. والله راح فيها دحو. والله أنت عيف الزراعة تبقى. والله أنت عيف أدام بك شلة. بسم الله دحو. الله جاه شيئين. هلا آه كان يا رب السلامة يا رب السلامة. ابعون السلامة. الحمد لله ما صارنا شيء. ها آه؟ ما شاء الله. متعود أنا والله قد انفجرت دي ثلاثة دي أربع. كم خمسة وست؟ أيوة قد انفجرت يدي وأنا كبرك ثلاثة عندي أربعة والحمد لله أمور طيبة. والدينا مش بطني دينا مش بطني قمت أبكي. أنا أي والله العاب فينا. أنا بكرك أنا متى؟ أنا تفطت قد مرة. إيه أذكر أذكر يوم أنا شوف أنا بغيت أموت والله. إي والله دحوم قول شوطة دعوا له بسم الله عليه شوطة فطني قد مرة بغيت أموت لين خش واحد ولد عمي يبس. واحد ولد عمي أيه. واحد ولد عمي اسمه مكسور شوفت بالله كذا ترى شوفت بسيطة نعم أنا الأول أنت شارلك يبست يبست والله خشة غدا مومياء في العيون بغيت أموت والله غدا مومياء عيون يبست معد قام معد يرمش يبس وغدا اللون بنفسجي بسم الله عليه بغيت أموت بس جاني العز خلود خلود خوي خلود خوي شالبني ايش سوابك سحابك ودزك ولا عفجك ولا طار لا لا طر طرت أنت الكهرب أنا ما كان ماسك مجودك الكهرب إيه مجودني ما برد تسمي طال عمرك إيه تسمي عليه خالد إن أحياك بعد الله عز وجل وفزع لك هذا خليته فزع لك قسم لأنك عز الله يعزكم يبنا شاحن لا يطفي علينا يا ريدي لا يطفي علينا لا يطفي علينا يا مسلم من عجالين من بيض الله وجهك منع ترك أنت والله أنك ظنك سبوقين في الغبوك تبي توصيلة انفجرت علينا والله نعم انت ايش دخلني انت وجه وجه والله وجه 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 العصفورات هم حق زمان يطلع تعال ادش الشحن اشحن قبل ما يطفي علينا تعال سك الباب اللي مسوي روح جيب التجيله تعال التجيله عطني عطني الماركه عطني ماركه وانا مسوي عطني ماركه يعني مبتك والله هذا بالسبت عطني الماركه يعني مبتك ابشر نشحن جوالنا حق زمان كل سهوله بكل شيء يسر وسهوله صح كفضل شوف سم يا بعده بعده اما حتى الشحن ده ارتي يلا ياسر قد ماسك بيدي كذا يا ليونا حوش الحل الحين الحل والله عندي وانا ابغى الشحن حل الحين عندي تبدا تجيب معنا هذا القهوه ما في توصيل ثانيه ما تريد والله جاتك خلاص بس الحين تعال وصل 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 صار له شيء بسم الله على جوالك سلام سلامة عطاب وين بتروح له زين زين خلاص الحمد لله يا اخي الله خلق لك عقل تفكر فيه طال عمرك شفنا اروح للسياره ليه اروح للسياره سلامات وانا ما عندنا اغراف كثر الغرف في البيت اجيب لك في غرفته وايش بك الشحن لا توصيله الثلاجه الموت الحمر اسرع الانفجار اذا في توصيله انفجار على طول توصيله الله انفجار اليوم توصيله عز الله سبحان الله العظيم أقابل متى ما جاء إن شاء الله. الله يبارك في أعماركم.
الله يجعلني ما خلى منكم المليون مجلة من دعمكم يا رب قلوبكم. لو دحوم مقبول موجود خلطه قولت، لكن انا معلش ان عندنا لا الانتربول يتابع وكل شيء يعني مسجل وكذا، خطر جدا. معلش معلش بدنا بطيء بس الدرجة حاطي كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها. الله يبقيكم يطول عمركم. دحوم من راحتم يتقل عليه حمنا يرقد بيرقد راه دوام. اي عندنا باذن الله والله ودنا نجيكم اهل قصيم، لكن قدر الله ما شاء فعل. اي لبي جت توصيله خلاص ما ادري بيها يا رجال، حطها ام جيبها من خلاص ما يحتاج تعال جنبي هنا ودعي تسال. اي أيوة والله زعيمه والله ما هي موجوده. هذه ليه؟ اي متى ودك مع دكتور متى يجي يا زينه؟ زينه والله قد جيناها وسويت فيها طال عمرك سوينا فيه فعاليات عظيمه جدا. انا احب معرض الكتاب. السفره مفاجاه يا قلبي، السفره مفاجاه وحلوه حلوه عز الله بتستمتعون متعه غير طبيعيه معنا يا شيخ. الأسبوع الجاي معرض الكتاب إن شاء الله من أول حاضرين. وكم يقعد معرض الكتاب؟ الله يرفع قدرك. والله أني أحبكم كذلك حتى والله العظيم أني أحبكم. إلين السبت القادم يعني مدة كم؟ أسبوع كامل صح؟ تبون سالفة؟ بعطيكم سالفة الأربعية. لا لا تذكرت، لا والله خلني بغيت أجيب المضمة. جبت من اول ان كان عندنا ابراهيم انا ويا ربيع ايام يزيد رصيدك، وكل منا يدخل له غرفه والعيال يركضون ما نركض، مثل ما قال الشاعر يقول ارى الجفن يجف النوم ما يالا في الكرى اذا هم في بعض الهمم والمطالب. مفكر وفكر لي في مشروع، كان مشروعنا جميل جدا، اسم ابراهيم كان ابراهيم عظيم جدا. تخرج موهبتك، عنده موهبه يخرج الشاعر يقول قصيده، الرجال الراوي والحافظ يعطي قصة. ادخلوا شوف إبراهيم ما تدرس يدك والله قوي جدا، الممثل يمثل والله العظيم، وكان لجنة يعني ممتازة جدا. الدكتور فهد مطار المنشدين، ودكتور ضيعت الاسم أعطاني كرت أم طيري لبى قلبه والعلم إيش جاب يلخبطة. أوه جا في تشويش، تشويش من عيني ولا من الجوال أخو العيال. ايه واضح؟ ايه شو كان بضبضب؟ ايه زان زان زان. كان نازلين مع العقبة وزان تمر الحمد لله. جاء ضباب خفيف بسيط. كمل لنباه. ايه والله الوكاد فضح السبيل على مراقد لنا وياها، وكان الكاميرات زد رصيده كان ظاهرة شوي. والكاميرا فوق الحديدة، هم الحديدة غادة كانها رمح. رمح. طريقة حديدة الرمح. ايه والله. ودائما سبح الله عندنا اللفة ندخل معها في زي السويك، ندخل معه نفتح لنا زي الشرشف وندخل صوب غرف النوم، وعنده شو اسمه الكاميرا دي ندنق متعطى ندخل دائما نسلم سلامة عطى. جاك ربيع وشوف عيني انا اخذها من غرفة الكوفي شرو، انا كنت ارقد فيها ومستمتع فيها باردة جدا. انا كان حالي شوي فجأة جوني 10 عندي الوكاد انا ظاهر قدامي ربيع سبحان الله العظيم، اما والله امام عيني تقول فيلم يمشي قدامي ومشته غريبه ويقول شنو وتبختر، وانا عاين ابغى اتكلم بقول كاميرا ولا قدرت، وهو مدنق راسه شو كذا يمشي مدنق راسه يعني سبحان الله معطيه وضعيه مناسبه شوي. لا حلمت ولا علمت غرز الرمح في جبهته. قام يصيح، انا قلت خلاص انفجر مخك، انا ابغى اشوف بس المخ يسيل والله العظيم، انا ابغى اشوف الدم فقط. رمح ضربه قويه حديد ايوه انا اي هو ظاهر حديد تقول كان رمح اضربي في راسه، هو داخل خلاص الدموع وحالته، وانا اجي بسم الله عليك ما ترى باس، وانا غافل من الضحك، انا كنت في حاله هستيريه من الضحك. يا ولد سالم 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 قال يا ولد تاكد الدم يجغر الدم يجغر
قلت يا رجال ما جغر ما في كل العافية. قال لا إذا ما في دم هذه مصيبة، لا مو هذا مو براس، هذه صدفة حلزون، هذه مثل صدفة السلحفاة. قال إذا ما صب دم مع هذه الضربة، إذا ما جغر معناها راسي غير طبيعي، هذا مش راس إنسان طبيعي. أتخبر حق السلحفاة إلا قرطها تمسح مكسر ضرسة، فهذا مش راس، هذا صبة. عشان بقلك يا جهل ويضلها وجهك، الله يعطيك العافية. قال مش صحيح، وأنا عاين وأنا أقول بالشعر شوي إلا في دم خفيف. قال إيه الآن أمور طيبة، معناها رأس إنسان طبيعي، إذا ما صب مشكلة. قلت لا لو روح غسل رأسه أمور طيبة والحمد لله. عقب أظن الله الرجال جاء فيها شوي، هو فيه فيه وفيه عليه شعرات ذي، وبين عقب ضربة هذه الله الله يا رب السلامة. هذا من القصة اللي ما انساها. وش بعد؟ هو جات رضخة، نعم جات رضخة، اتوقع عن قبل الضربة ذي، بس اني اضحك ويقول الدم جغر، هو يبي الدم يظهر، اول مرة شو واحد ينفقع راسه ويقول ابغى الدم يظهر. بس هو تفكيره كان طبيعي، يقول ضربة قوية جدا، تخيل واحد يجيك عند رمح شداد ويغز الرمح في راسك، وشي الرمح يدقر ولا يصب دم. على الراس هذا حيد، هذا صبة صفاة، هذا مش راس، راس الانسان طبيعي يصب منه دم ينفقع. تبيج يعني في داخل تقول تكفى وتضربني وانا اخوك على شيء ما يسوى، مش اللي بيساعدك؟ اي ترى اي سالفه قلتها ما ينفع، نبي اشياء جديده. ايش في من القصص اللي ما انساها؟ قلت يا مسلمين سالفتي ما عند البل. ايش اعطيكم؟ والله واحد من الربع نيش بعض السوالف مزيد ثمانية مزيد ثمانية. إيه كنا الله يغفرنا في زيد ثمانية طلع ما إيه تذكرت قصة. طلعنا كان في ظني هروب، طلعنا مشكلتي ذكرتي تمسح إيه سنة وخلاص تمسح تسوي على طول إيش تسوي تنظيف. أنا ما في ما شاء الله. أنا أبغى بالإنجليزي اسمه، طلعت بالإنجليزي في سيف حفظ الحدث ما أدري إيش. إيه والله أنا والفهري وظني عمر السيد مدري ربعنا خماش، ظني خماش ولا في سنطيري إيه دليل دليل في سنطيري، هم ظاهري اثنين ظني خماش والفهري، وإنا هربنا معهم أنا وعمر السيد. قالوا وين بنروح؟ ما قال بنروح له بنروح صوب الدرعية، بنروح كافي هناك لهيسة مدري شو اسمه، جميع أهل برامج الوقت أجدهم هناك في ذاك الكافي. والله ضيعت اسمه، ما ودني أعطيكم اسمه ألف فيه الوكاد جينا، ولا كان فيه معيان ومع خالد حامد واخوه. اي احسنت والله انك بطل، اسمه نبع ذكرت نبع، اسمه نبع اي. قالوا قطع عمرك روح تقهوى وين الفهري وفيصل طيري مدري خماش. قالوا كاد رجل نسوان حملانا دخل حره يا عن عمر السيد ايش رايك؟ قال يا ولد لي شوف يا بطل. قلت يا رجال خربت يشوف نجحت بعد علينا منه. قال له يا رجال قلت هذا خلاص ابشر. قالوا كاد رحت صورت بالجوال صورت ورجعت شاف الفهري قام يغمز بعيون يعني خلاص انا بجيكم جانا. الوكاد ركبنا الموتر وانا البس القناع وانا اظهر مع الدريشه وانا اقف هذا المعيان. والله العظيم ما خليك قلت يا رجال لا تقعد الا عاجز، بس اني كان لابس قناع علي الطاق الثلاث الحائب يعرفني. قال يا حسبي الله عليه. قلت شبت ويخ ما عرفني ما عليكم مني اثر ذكي. راح وكلم اليمني قال ادخل الان غرفه النوم عدهم شوف مين اللي ناقص. دروا عيالنا بيحدنا. قلت خلنا نرجع عليه رجال ونتقهوى معه ويقدر خربان خربانة خلنا نقلط عليه ونتقهوى واللي يجي من الله حيه الله. ما قلت في الدنيا غدت به ونجيك مصفتين طال عمرك. والله ناسي القناع والشكل والله ناسي. ورحنا طال عمرك وتقهوينا معهم مستناشا وحلف بالله أنا ما عندي شكينا وعطاني كتاب وضيعت اسم الكتاب. الله الله بس بعدين في آخر شيء باعنا الله يظله. نعم جاءت القضية بدش كان قضية ثم حادثة قضية فصل ظني. أنصحك بكتاب لا قبلتني إن شاء الله في عاش طاب طيبك وعاش حبيبك كلام يرب الأمر. لا جينا إن شاء الله في معرض الكتاب نصحتك بكتب مو بكتاب واحد خلنا معرض كتاب يجي إذا أنت مشتهن عطوا أنت بيذكرك بعد الكاريزما. إذا حربت يمكن أربع مرات خمس مرات والله حربت
الله اني هرب واني اروح افطر واعود عليهم. اي قسم بالله رفع السماء انا ما احب احلف. امور طيبه الحمد لله. اوه سالفه مصر، والله يا سالفه مصر. مصر والله جميلة وممتعة شوي، بس يعني هي ما ناسبتنا الصحيحة الله يغفر لهم. الوقت عشان أنا ويا عزوز الله يحفظه قل بوطيك مطعم ممتاز بوديك عجيب وعظيم جدا اسمها صبحي كابر، رحنا آخر الليل الساعة 11 وأنا الدقاق في اللي إذا ماني بحبه. قال ما عليك عمن ومان طاعت رحمة متهدى ونجيك انت عشي بيطعم ركونا فرشي نحطيك الطاولة ونملاها ونك النجوعين ونملاها من من مشتى الأطعمة. تقول كان سفرة هارون الرشيد أول ولده المهدي كان يحبون الأكل. والله ملناها من أصناف الأنعام نحمد الله ونشكره ما بين ملوخيت وما بين أنواع الحمام واللحم. قلت كل شيء نزله. هي اثنين حقت عشرة مليانة الطعم والله ما كان عنده كانت أسعارهم يعني مش غالية جدا. النظرة في الزاد صح ما أشغلنا شوي بنقنقتهم الله يغفر لهم. الوكاد دقينا في الزاد وظهرنا. يوم قلنا طالعين قال هو بنركب التوك توك. لا في ورع طال عمرك راعي التوك توك ورع ملقف. قلت يا رجال خمنا التوك توك نركب لنا يا تبي ذي خزونه. خزونه؟ على تروح راح. خزونه. قربت سالفتي يا يديها. دخل واحد الوكاد ونركب مع التوك توك. هاي مركبنا معه ومبسوطين ويلفلف بنا فيه مراوج مراوج اجي راسي تعبني مراوجه واجد يا رجال. وانا الخط انا خبره خط ممتاز وفي اناره وشوي دخلنا مع سويق طال عمرك سويق مخنز مظلم ما فيه الا لنا بحت لعب وبساسته ولمبات خافته مره وضيع الدرب. انا ماني بدل عاينه من عاينه شو اسمه عاينه عزوز عزوز الدرب ده صح ولا مو صح. عزوز قام يعيني وجهه قام يتشكل قلت ايوه ايوه اللي خربت. عزيز قال عزيز هذا مش خطنا عزيز قام يحكي قال لا ما هذا اختصار اختصار كذا يقول البيه. قلت اختصار ولا ما باختصار شوف الدار مع الولد قبل ما تخرب السالفه. اقول عاد انا دورة الدعوه خربت. اي والله خط مظلم مخيف يا ولد تونا في سن الشباب في سن الزهور يعني حرام يا اخي. الوكاد يعني في لا حلمنا ولا علمنا شوي بي 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 جاء تك تك ثاني ورانا لا حول ولا قوه الا بالله. يوم الله خربت يوم جاء تك تك اللي ورانا بعد اللي يخاف من كثر اللي فيه في خمسه قلت خلاص قضي علينا اي ويلفلفون جنبنا ويضحكون معنا. قلت له ابو دارك الريقي ذا اللي مخططون علينا ايش فيك يا عزوز. وعين الريقي ما عاد عيني على الزر ذا اللي يسوق عيني على اليسار وانا عاينهم طال عمرك كله ورعان وجهن ودرة وبالزقاير انتم كرامة ويديهم فيها وشوم. قلت خلاص هذا البلطجية بلطجية قربت فاطمر واحد معهم سمين جبو وظن يستربوتي اطمر راكبا معنا طلع لا يحييك ولا يحيي ضعونك وشابك جعلكم ملعبا وشابك عين عزوز. قلت والله العظيم من كلمات تخرجنا من الجنون هذا بسرعة بسرعة بتخذ اجراء. أقوم يد عزوز عاد أنا عاينك تعزوز معك سكين ولا معك شيء معك نظرة البدارك الرجل أهل تسونا ترى أنا بقدر أهرب أنا خفيف الموت أنت الدب المشكلة أنا كيف بعد أنت شبني أنت أنا بهرب يري يلعبون فيك طعنونك أنا عجان أنا بروح الموت أنت. قال يا ري شو طعمك لف مع سويق إلا وراك إني أشوف نهر النيل ممشى النيل وينارة والفنادق. قلت زين زانت زانت ان شاء الله احنا حيينا 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 ما ادري ايش قال. قلت اس اس شفت عدل النور. قلت اس انا اهوجي مشي تعبان من يعني من المراوج يا كذا لين وصلنا عند الخط يوم دبلت تبديعات صار حصل سوء تفاهم بسيط الله الله. وكان بعد خطير يتلفظ الفاضي بيني كان تلفظ بيني يضربه لكن سبحان الله انزل الله فيني السكينه ونسيت بعض احداثه الله الله. انتبه في السفريات تركب مع الجنون ونركب لنا مع تاكسي اوفر علمها السالفة قال هذا خطأ والله العظيم من اكثر الجرائم مع البلطجية والله اكثر بيع الخناز واكثر القتل كله في شو اسمه في التوك توك
كلنا اخوي ذا مرجوج ان رجل مو بعاقل الله يهدي بغي اهلتنا. لكن هدرس قال والله ما شاء الله عليك يا ابو مساعد انت حكيم، انا ما طلع على بالي. قلت لك والله مهبول انك ما قعدت مع شيبان. ايه غبي حبيبي، تروح الديرة خليك دغري، خليك نظامي، خليك نظامي مش صح، خليكم مش في النار، خلي عينك تشوف العرب، العرب يشوفونك الليل ما له عيون، الليل ما له عيون يا حبيبي. أنا حبي خلود، خلود يبونك تسولف خلاص. ما عندي ولا سالفة. ما عندك شيء؟ أشرب بيت خذ استاذ، مجلد ونطلع. تبي قيست؟ دحهم ترى خلود يرقي ما شاء الله عليه. خلود يحب يرق المسلمين يمشي، يبي يستانس يبي. أروح دق دق. لا إن شاء الله ما حد يدري. تمر. ها؟ تمر قوي قوي. من هو؟ إذا واحد من الدبر قوي. قوي. من شو اسمه؟ من كارتير. رب ما علق، لا اله سمعنا وسلمنا. صاحب القرار انا ماني حظي انا طيب انا ما يعلق يا ريكي. ها مضبوط، ها مضبوط زين. كيف يا الامير؟ زين زين. لا مضبوط، قول شبكه زين. زين صاحب القرار اول بالرامج الاول تبل تبدي ان قلت كلمه خصم علي كان ناش باللي عزق. ايش اسمه يا ولد؟ الكذب راس العيب يا ستار، والصدق ملقى. وش تبون انتم يا اخي؟ كيف وين اروح لك؟ كيف اروح لابشر؟ ابو صيط انا دخل مع عز الله يزود. وين اروح ندور؟ يقول وش اسمه؟ ابو سلطان. سلطان؟ اي تخيل تركي دوش فيك. اي ابو صليط. اي نعم كان معي جوا القناه، صدق معي جوا، كن معك صادق. نعم كان معي ولم يكتشف، ولا يكتشفونه، واتعدى منهم ما يكتشفون. نعم كان معي جوال ولا حد اكتشف بفضل الله عز وجل. بس عز الله ما كنت استخدمه مره يعني. بس حطه تحدي فقط، ابغى اللي يقول بعد القى قلت اتحداك تلقى بس. لا صدق امزح امزح. ترى لاني بحب الغش ولا احب، ما احب الغش من صغير. وإنسان نظامي. نظامي. إيش تشوف بعلمكم؟ يعني أجيب بعض الأيام أطلعه العيال يدخلون في الغرفة عندنا ويستعملونه، خلاص قلت حطوه في الدرج. في درجي وأبشركم معرفة تقني واثقين مني، يعني أنا أمشي بالثقة. أمشي دائما بالثقة وأمشي على الهيبة، ما حد يجيك. يا مسلم الشمسية يقولوا كارتير كارتير. أنا هذه ها. عاد شرف انت الله يصلح قلبك. انا هذه يا هذه كارتير، هذه اقول بالانجلش كارتير. خلاص كارتير. اه والله يا بند يكسر الدرج، يكسر الدرج، يكسر راسه. ليه يكسر الدرج؟ يكسره يعني طحت في الشارع. لا وش كارتيه؟ كارتيه هناك في النادي، كارتيه في اليابان. لا يا حبيبي اسمه كارتير. لا مش كارشتير، كارشتير لا باكستان، كارشتير كارتير. يا ولد مش كارتيه، كارتيه كونفو تايكوندو هذه لا، هذه العاب رياضيه. يجعني مبسيكم انا فايز بنجم الجمهور بدعمكم وبكلامكم ودعائكم بدناكم. أما مغامراتي والله أحدث ولا حرج، مغامراتي حدث ولا حرج. كم شو بتقوله مرة أنا دي؟ جنون العظمة. لا ما هو بلي
اسمها كارتي ايه ما ادري عاد والله اللي بنا راعيها يرجعني يفتيكم عدوكم الروح ما يحب الخروج الاعلامي الصحي ابشر ما يبات ان شاء الله انت يبات دحوم لو ممنوع اللي اقترب من دحوم حط الرامز مع ديك قلبه حط مثل يقول ايه مسه للمطهر ما يمسه الا هو ممنوع مجهزين لكم سفرة نعم قلنا لكم في دفتر البرتقالي صادق اي والله ذكرتني نعم عند مناحي سأعاقب عقابا عسيرا لا يجي شيء دحوم من راح ليه يا خلوته راح يستخدم جواله ايه ظني تلقاه عندنا الحين باذن الله الكويت لنا زياره قريبه ان شاء الله يلبي اهلي باذن الله الله يجعلني نفسيكم اهل الكويت ويسعدكم يلا دحوم يلا تروع بعد الانفجار الله يقوم يطول العافيه جواه الادب جميل عندي الان كتاب جواه الادب من افضل الكتب الطايف بلاد المصايف جميله جدا خلود الادب خلود الاخلاق خلود عمرك مستمع منصت في زمن قل ما ينصت الله يجعلني لا اله الا الله الله يجعلني مبتيك من منور بهلا عن قريب عن قريب ان شاء الله عن قريب يا غالي ان يقول احبك يا خلود احبكم بعد انتم الله يسعدك يا رب يا حبيبي خلود ان شاء الله نحن ندخل عليه يرد الصوت اسمع ابن رقان يرد الصوت ابن رقان يرد الصوت انا لاحظت ملاحظه صدقون انا لاحظت ملاحظه قولوا ايش ان البثوث دائما تكون مسائيه جدا في الليل انا احس اني صحت اليوم بكير فتحت بدري صح ولا لا توقع والله على اي والله ان البث دائما ليلي العالم كلها في الليل الصباح هذه خلاص متين منها اللي يبيني ان شاء الله بيجيني يلقاني في الصبح بشباب السوالف وعلوم الجنة تلقاني مروق ومبسوط ومستانس سوالف اللي لها حد ولا لها عد نعم خطط باذن الله خلال يومين هذا ان شاء الله تبدا دائما خل بثك متى؟ خير الصباح ممتاز الصباح على كيفك يا رجل الله يبارك في عمرك ان شاء الله ندرس ان شاء الله الماجستير تعلم الواحد يشتغل طال عمرك وقته بالدراسه وبالعلم وكذلك لا تحجر واسع لا 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 دراسه عن بعد يومين في الاسبوع فقط ليست كل يوم انا بدرس انا اجري كليه كل يوم ابشر اذا بفتح بعلمكم دائما كل ما قدي بفتح بث اليوم ترى والله فاتح عشان خلود لبى قلبه هو اللي والله قال افتح يا حمود ارحب يدحم لبى عين وانا اقول ايش فيه ادري مايل ادري انا رايحه وين راح سنجني ذاك انا رايحك احنا نعم يجعل العافيه نعم عارف احنا كي نعم نعم السلام عليكم. أهلا حبيبي. تدخل مستات. نعم. يقول لا جاك يقول لا جاك خير لا ترده بعد يقول هاك خير قال ما معي معه. وارح ودحوم. أرحب يا حبيب الكل دحوم حبيب الغالين والملايين نعم. أرحب والله ترحيب المطر كل أبوكم نعم. أرحب وش حالك؟ طيبين. عفيف جينا عفيف وجينا الدوادم وجينا طال عمرك التسرير وجينا ضيعت اسم اللي أحوالها بعد. ربعنا فيها. ها يلا هذا خلود البث لك ايش يقول سوالف ابدا لا تدخل بالكاميرا عاش الكويت قلقل عاش الكويت ما عندي ولا شيء انا عندي سوالف قلها في رب السامر قل اي قصه كذا كذا
مخبك. يقول دحوم مبشر دخلنا مليون يدحوم. دخلنا مليون؟ يقول والله دخلنا مليون. نجيب واحد نكسر خشمه. يلا. من تبون طيب اختاروا واحد وراح ندخلنا. خشمه. يلا والله جبت ثلاثة رهيب. واحد يقول خلوه ده قصيدة. اللي دعم كل ابوهم الله يعطيكم العافية. الله يبيض وجيهكم. شكرا لك. انت الزم ما يترك الدوس. لا 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 ما يصير. لا لا ما يصير ما يصير ما يصير. ما يصير اخوك كبير عمك ما يصير لا. عمي لو ان عمي بجيب لابوي يمزلني. يمزلناه ما يصير لك طول عمرك ما يصلح. ما يصلح. اخوك كبير واخو صديقي مناحي ما يصلح. احترم الكبير. استغفر الله. احسنت استغفر الله نقول انا تبت خلاص انا تبت صح؟ جزاك الله خير قول توبة. ما عندي توبة. خلاص احسنت. الله استغفر الله توبة النصح ترى باب التوبة مفتوح دحوم تاب شوف دحوم يجي على هيسلة ما عندها لا واحدة فرد حامجة ثاير ثاير كبسوا كبسوا يا والله ما قصروا كبسوا لين قالوا بس الريو ما شاء الله مصلوا مليون الله يعطيهم العافية لا تهورون الولد لا تهورون الولد ضيع قصيدة انا قصيدة تعطيهم قصيدة انا بعطيهم خوي لا جارز ما بدا عشان يبقى يسجل العبيد احسنت ما عنده ليش شطر هذا دحوم يعيد ويزيد فيه لا لازم يحدث يا انا عندي قصيدة اعطيهم انا بعطيهم عندك قصيدة ثانية؟ اي وش هي؟ اخوي الذيب خلاص وصلت خلاص لا تكمل طالب طالب حلوة خوي ذيب وزينة بس أنا أشكرك عليها وعز الله ما طلع بقيت مسكت هذا والله اللي ما حد يقدر يكمل ما أصعب بسم الله عليك ما أصعب ما طالب خوي ذيب وخلاص كافي وطول مخت العبيد ذا أنا ما أبغى أجيب يوم طمة في بعضهم سبحان الله العظيم قلب الله سبحان الله تلقاه طيب مع البعيد مطيب منه ولا زين منه ولا أحسن منه ولا أفضل منه حتى لاقي عند القريب قام يا عم بصنع صلى الله العفو والعافية هذا خطأ فادح يا رجي خليني أسولف جاني بتي فادك خلاص خليني أسولف فيه سولف أعطيت تصحيح بتي فبعضهم هذا خطأ فادح اللي ما في خير القريب ولا فيه خير لها له ولا ربعه ولا بني عمه من ذلك شرط العجب تقطع بركلها وزيلها قطع الله شرط ما تضل يقول أنا ابن عمك لنشدوك الرياجيل إن كان ما أنتم مدحة لا تسبه أرفع ولد عمك ورا الجدي ويسهيل حتى لو نكتة كرامة تحبه وكذلك ثاني اللي بغيت تسوي لشخص امتحان امدح ولد عمه وشوف الوضع كيف اللي يسفه له شاش ادري انها حصان واللي ينكته مغتاب ادري انها ضعيف الله يقول في واحد انه اكمل وخلاص من يبي 2 مليون الصراحة والله العظيم تعبون عشانك اقسم بالله ما قصر والله العظيم عبايب يا رجل ما قصرت والله وجاء بقوكم بقوك قرايتكم بيضة قرايتكم بيضة يا حبايبي قرايتكم بيضة مواقف انا اخي بروي من اخطر المواقف هو اسمعونا راح يصوب القناة انا اخي بروك اخوي بروك في جنون لبيه يقولون عندهم ناحي بفتح بث بس انا ملاحي فتح بث ما فتح يا رب خلنا نسالهم يلا يقول اليوم نبي مليون العيون والله العظيم ما قصروا وانا بتحمل الام الضار والجنون والسار كله عشانك وعشان هذا الجمهور الصادق فتح يب خلنا نشوف يلا يب خلنا نكمل السالفه بنروح نشوف ارسل له يلا ارسل له تبي مناحي تحبه؟ ايه والله معجبينه كلنا كل يا بقى انك والله تحب. حتى انت حتى انا حتى انا اخوك يعني في داخل حتى انت وحتى كل اي كمل السالفة ضيعتوني والله نبي ابيكم تسانسوا يقولوا في واحد انطلع معاكم رجال كريم كريم ولا كرم من رب العالمين وبينه وبين عيال عمها تحديات ومنافسة على الشيخة ومناحز على الكرم وتوفى أبوه فورثها من أبوه مال كثير فأتلف ماله وأتلف مال أبوه من الكرم فراح خطب بنت عمه فلم يزوجه قالوا أنت
مفرط. يعني انت حتى فلوسك وفلوس ابوك ما حفظت عليك مزوجك بنتها، هذا كرم وهذا خطا فادح، المفروض يزوجونه. كنت ستر بالسخاء فكل عيب يغطيك ما قيل السخاء، هذا سخي يا ناس. شو قلت رردي؟ ايش اذا ملخبط؟ قلت رردي لاخذ الصبيه تسبعها لك ما تاخذ معك ساعة، قل لا تاخذن اللم قد يفزعها ولا فهاج الضيف الا المجاعه. يعني الكريم الكريم ما يرد. الوكاد كان يسمونها كان جميل، يقول مولود في دوعن في حضرموت في اليمن، وهذه مشهوره باجود العسل. يقول هذا الرجل جميل وسيم قسيم جدا، يقول هذا لما مشى في الشارع كل من جمال، يعني سبحان الله كاني ارى نفسي. الله اكبر يا شيخ. يقول لما مشى في الشارع والبنت لا تقطع سالفتي لا اسطرك برد في عين ثاني كم سنوات. اسمع بذنبك شغال ولا معلق؟ شغال 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 مضبوط. اي مضبوط. يقول يا طول عمر اذا مشى في الشارع يقول يقول سبحان الله يوقفون النسوين يقعدون عيونهم من جماله. يعني لو المرأة تمشي مع رجل او ماسكها توقف كذا تقعد تعاينه، يقول جمال خلاب. وكان يسمونه المقنع، وشي كان يجلب منه لازم مع العقب الان بأبى البهيه جلباب. الوكاد يقول كان يلبس قناع يغطي نفسه من جماله، يقول كل ما فسخ قناعه تصيبها العين ويتعب يمرض. قال جمال مره جمال خلاب جدا، كان يذكرني بنبي الله يوسف. سبحان الله كاني ارى نفسي. الوكاط عمرو كان يسمونه المقنع الكندي، فانشد قصيده عصماء جميله جدا. قل يعاتبني في الدين قومي وانما ديوني في اشياء تكسبهم حمدا، اسد به ما قد اخلوا وضيعوا، فغور حقوق قبحك انقلع. لا عندك تجي كسرت خلاص روح بس انقلع قفل الباب ابعتك النظافه تنطل منديل في الزباله انقلع خلاص لا تخرب سالفتي لا تجي. يقول يعاتبني خلاص ازعجته خلاص خلي الباب لا تقفل ما في احد عالي روح بس اغرب عن وجهي خلاص مزعج تعبان هذا. يقول يعاتبني في الدين قومي وانما ديوني في اشياء تكسبهم حمدا، اسد به ما قد اخلوا وضيعوا، ثغور حقوق ما تقول له سد، فان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلفون جدا، فانهم ياكلوا لحمي وفرت لحومهم، وانهم يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، لهم جل مالي ان تتابع لي غنى، وان قل مالي لم اكلفهم رفدا، لا احمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. الله الله تبون دحوم دحوم العاد الله يجاب الخير رحم فيها مزعج صدع راسه من المجار والله قد خلد صدع راسه من المجار لما بس سمع طرح لي رد الصوت انا عجزت انا وانا بربر وانا بلع لي مسجل يا ميت كاي رد الصوت وين مناح برسله تعال ارسلت له حذاء تجنن كيف يشغل يرجع ويسوف يسهر خلوه ترجع له الرخوم في دعاه قال له بقلب احنا تكرهها من له ابشر وجوه يلا خلي عاد يقبل اي بروك سوى اثرني ضيعت الحمد لله معناها ماني مجنون يقول انا يقول انا المجنون ما ضيع سالفته انا الحمد لله ضيعت انا اموري طيبه كل يوم راح يقبل لا سألك الرجال قول أقبل شكله خايف يعني أنت قول له سألنا أنا قول أقبل أقبل قول حميد يرشلك أقبل وش اسم الشاعر ده وين عنده يا رجال من ناحية وينهم إيه تشاكة حده حده اختفى ابو الاشعار ما بده يروح هو ما ادري هو فاتح ولا ما يا حبايبي يعني ابتيكم شبكة زينة إيه بروك الله يطول عمره ماشينا
الله يا ربي يخلي لك عجوز جك يا رجال. رقد الله يحفظك، ساعدنا عشر الليل أسرت العجوز حلتها حالة، عطى عيش طعم كل عطاها من أخيته ولا مرقه وخلاها ترقد. جزاك بالخير أنت بزير أنا أشغل العجوز. النوم الليل عافي خلاها ترقد. رجعني ما بتسكر عند أمك الله يخليها لك يا ربي، ولا أعطانا ضرب عجوزك كدها من ربها سلمت منها الزهايمر. خلاها ترقد. ولا حتى العجوز من سهلها ما أبوها واسخ. برسلها نحي هذا ما يتعلم، لازم يتعلم. يا سلسلة قل اقبل بس قل اقبل. يا مرحبا يا هلا برايك احبكم. ما شاء الله يلا حية نادى ماجور دحوم بعد ذا والله لي ونعم. مرحبا يا سمي طول عمرك. اخبارك يا حميد؟ وش علوم هذا على ايش اسمه؟ هذا على ابو سلطان. ابش هذا على تركي. الله ونعم وهم يتنعم. يا ابراهيم شنطتك جاهزه؟ لا معنا بلعباتك قد خلصنا طلعنا. شنطتك جاهزه؟ جاهز. يلا هلا عنابي مرحبا ومس والله العظيم عندي يا ضبطت لك جدول على كيفك. انت عندك محمد مو مضبوط. خلك دحوم من جاء يعلق عنده صح يعلق عنده اي يعلق ليه سلام عليك ما تحب احب المطر اشبو احب يعلق قمت عندكم عندهم ولا عندهم؟ عندهم يعني عندنا في البيت. لا عندهم يا دحوم. الله حيا عندهم اي زان يا دحوم الا زان لا كان عندهم هاي يعلق كويسين شوي يعلق غريبة. اي وينكم؟ والله يا طول عمر الحين في الافلاج. وين قدكم؟ في الافلاج. ما نقدر نضيق الوادي تو. شو سوى؟ تو في الخط. دحوم ليش من ناحية وينكم ويد الحين؟ في الافلاج. معلق عندكم. اطلع وخط. ما مضبوط عندك يا محمد، ايش الوضع؟ كبشو. انا بقول في الافلاج ما عليك مني في البديع انا بقول في الافلاج كيفنا صح ولا صح ان اللي مسافرين ولا انت لا تدقق لا تدقق لازم يدقق ولازم ما لها داعي صراحه لا البث يعلق انتبه من ساحر لا عادي بس مو بسلطان تركي يفتح لايف بالله تكفون نادوا ابو سلطان أنني بالجولة هذه اللي بيننا وبين أبو سلطان جبل نبي أبو سلطان نبي أبي دحوم ضد أبو سلطان أقسم شفت أنا بعلمك ترى إذا ما فزت في الجولة اللي ضد أبوك تراك بتنزلينا لا بنفوز شفت ترى هذا جيش الشياطين أنت إيش فيك خلاص هذا هم يسمعونك كيف إذا ما فوزوك ترى بتنزل لا ما عليك إن شاء الله هذا جيش مشكلة محمد يعلق النت عنده ايه كبسو لا تفك فونتك بيس شيلوا اللايف من اللي كلمنا اليوم يوم نتكلم عن المدرسة من اللي كلمنا اليوم مدرس والله العظيم بيض الله وجيكم هذا من اقرأ اللي اليوم ضبط ارحبوا ارب مضبوط يا فرزيني انا انت منعنا من اخطارك ضبط زان ترينا عندكم اليوم كل ابو اراكم من حيث لا تروني ها
أراكم من حيث لا تروني. كيف أنا أدري؟ الجوال هذا أنا خلاص قررت قرار صدر وختم. ما ببيعه تحت الكفرة. تكسر. تحت الكفرة. خلاص مضبوط. كيف يعلق ويحتر؟ ليش هذا من أحدث الأجهزة؟ من أحدث الأجهزة الإشارية. ليش يعلق؟ وشركة على كيف كيفك يعني الضمان. اي والله تحت الكفرة مفروض من زمان. نعم خلاص. بضرب البدلة في المقبرة. في واحد يقول انه حتى ايفون 12 من احدث الاجهزه يا اخي. لا تدري ايفون 12 النت من احدث انواع النت. هذا مفتوح اس تي سي. هذه ازرق نت. والله لان ازرق نت بس بدون عدل فضبضيه. هذا جوال كان 11 من 12 ان شاء الله 14 15 خلاص اسبوع الجاي 14 ان شاء الله 15 ممدوح هنا 15 بيه. سوي نسخ للرابط. يوجعني ما بقولكم. يوجعني ما بجيكم. تكون مضبوط. طب انا اصبر. ولا خلاص. ويش؟ لا ما يمدحون 15. كل 15 يحتر. ومن اخس الجوالات فاشل. يقول 14 ممتاز على كلام. يمدحون 14. بيه انت تجيك مدره كده خلاص عيونك محمره قامت تكبس خلاص اليوم عشانك بث صباح ان شاء الله اتوقع وبعد اسبوع ان شاء الله وفي السفر افتح لكم بث انا ما عجبك ولا توجهك الى السناب نستمتع سويا في السناب لو انك شاريه 14 طيب تبين رقمنا ايش والله من بيرقها رقن عند الله اخبار هاي بشيله بالسعد رقه ايش والله بالسعد يلا عبروا علي الرقة طعمكم نروح لا سيبرتوا على يا الساطين ترى لنا اللي على كيف أمه ما أخذه لا يردع يردع الله يعطيكم العافية أحسن خير أقرأ يقرأ أحسن لب قلبك يا خلود يا زين كوزين كلام كوزين رأسك أقرب يا رحت أنا زدني خلاص طفيت والله العظيم إني خلاص حمود أشكرهم وامدحهم يلا الله يعطيكم العافية شكرا عليكم يا ساطين يلا خلود دور خلود يلا خلود انا بقى الله خيركم الله يعطيكم العافيه يا سلام عليكم ترى خلود اخوي ما شاء الله عليه يعني الكلام نقد دراهم خلت عاد كم بقى يقول عاد خلينا نكملها مليون والله العظيم ما قصرت اقسم بالله يا عرجتونا بطيبكم ما عرجتونا بقربكم يا شيخ الله يعطيكم العافيه والله ما قصرتوا ابشر والله ابا ثابت انا اقسم بالله يرفع السماء اللي مشغلني قوم الصبح عندي اشغال اخلصها وارتب اشاعه شغل جبار اقسم بالله اكتسح السوشيال ميديا الا كان الراس طالع مركب ما يشم الهواء الله الله عندي اشياء قاعد اخلصها واضبطها الله مثلكم يا عذر وش والله في الدلع نسابق الزمن الآن يا الصادق وأنا والله بغى أقدم شيء يعني يليق بمقامكم الله يسعدكم والله العظيم إن الجمال هو بوجودكم أي والله العظيم الله يسعدكم الله يسعدكم والله أنها بوجودكم ادعوا لي بس بالتوفيق أنا وإخواني لبى قلوبهم سلمة فروق رحنا القريه ذكرتوا لي بها رحنا وياها القريه بنزلني الله يعطيها العافيه ولفنا عند فيه لفه حول القريه ظننا من عند قلنا لازم عند مزاحميه وننزل صوب القريه تجيك زي المخرج كذا تلف هم الخط هذا الخط ماشي كذا انت جيت تلف كذا صح اثر الشمس في وجه وانا عاين وانا ساكت وعاين وفي موتر جاي مسرع انا احسب ان الولد شاف الموتر اثر الولد ما شاف السياره اطلع على السياره المطر قدامك لا اله الا الله قمت اتشهد انا قمت نطيت لا ارادي اني والله الف الدركسور لفه يعني مخيفه جدا المطر ارتفع كذا غدا على كفرتي قلت خلاص بننقلب اي والله انا احسب صدمنا اثرنا ما صدمنا يوم ارتفع الموتر قال كذا جت زي الاهتزاز في الموتر قلت صدمنا الرجال هذاك قمط العافيه وقف دق في الشهر ما ادري مرت ولا رجال حسبي الله عليك ولا خلص كلمة ما قلتها في قبحك الله انت ما تقول والله اني ما شفت الشمس في وجهي قلت كيف الشمس في وجهي انا معلمك ومحذرك اصلا قبله اجيت تلف مع لفه هذه لف بهدوء يا قلبي وانتبه لا تقعد تلف الخط لك مو انت ما انت
فوق راس كريشه. الله الله هذه السالفه يعني. الله يسلمك ويطول عمرك. والله غدا كان دباب باش. اي انا شفت شيء ما قلت ما قلت. الله وصلنا مليوني. الله هانت. الله يعطيك العافيه. الحمد لله صبرت والله تعملت. ترى انا عندي مشاكل اللي صار لي مش بعيد دسك. قلت انا نسيت شيء اقول له لا ايش عندي؟ اذا الله تعزمه؟ اي اذا جاء ان شاء الله بخليك تسلم عليه وتعزمه ابشر. اذا قابلته اعزمه. هو اللي معه بعد ولدنا؟ اي بيض الله وجهك ادحه والله ما درسها في المراجل لب قلبك. مرجل عندك؟ بيض الله وجهك احسنت والله انك تعلم انت تعلم جانب نفسك. انا تعال تعال اتعلم وش بتسوي؟ ويش وش بتقول له؟ انا نسيت مناحي شيء. وش نسيت؟ نسيت ان بعزيه عنده. وش تسوي؟ مو بتعزيه جربي طول عشيه. عشيه تعزيه هذا؟ لا عشيه طويل تعشيه. عشي. واللي معه بعد؟ اللي معه. احسنت بيض الله وجهك. ان شاء الله تسلم عليه وتعزيه. اصلا اللي بيسافر قبل ما تعشيه تعال تروح قول له دخلوا عشان مليونين التعب هذا ما يروح ابد منتور يا شيخ. دحوم يقول ابي عزمه قال اعزيه يا رجال مغيلته. اذكر قد جاء عندنا عزم حيت عمي جعله في الجنه وجونا ناس يسلمون وناس كثيرين مجلس مليان عاش 2 مليون. نشكركم بعنف وبيض الله وجهكم وعشوا عشوا ومشكورين. ايش هذه التطوع؟ ايش هذه القوه؟ ايش هذه العظمه؟ يا اخي حذر عضو لكم العنب الفقر يا شيخ ينبغلوكم. 2 مليون تعال اشكرهم يا الامير. حي ذا العين حي حي ذا العين بدون كفو. اعطوك سياره فائقه هذه السياره سريعه جدا من اعظم السيارات. حي ذا العين حي. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. اشكركم بعرف. تعال يلا تعال تعال كذا اعطهم تحيه عشان اشكرهم. تعال اعطهم تحيه دعم. يلا حي عينكم. اسمع بوت الله يعطيكم العافيه. شكرا 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 لكم. اي لاف يو بالانجليزي. شكرا بالعربي ما قصرتوا. الله يعطيكم العافيه. الله يرزقنا وياكم. الله قسم بالله اسعدتوني. اقسم بالله اسعدتوني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اننا وصلنا مليونين. والله العظيم لو ان الساعه ما هي يعني 12 الليل عندكم مدرسه بكره اني اقعد معكم يروح الدعم. اي والله يستاهلوا. اشهد الله انهم يستاهلوا لب قلوبهم. هم اصلا قالوا يعني هو شكر قالوا شكر هم لهم دعاء خاص اصلا. والله العظيم يقولون صادق اللي يحب الطيب يقدم الطيب لا بد ما يجيني محاصيل. صادق الحمد لله داوني. احسن لي لب قلوبك تستاهل دحوم وتعاني. انت تستاهل بعد. الله يعطيك العافيه. خلنا نشكرك خلنا نشكرك. I love you. اي والله I love you. النون جعلنا ما نبتك النون شكرا من اعماق القلب. كف عليك. الثاني النون لا ليش عاجز النون؟ النون اشكرها يا النونه. وهنا منيره الله يقول لها العافيه منيره. ما قصرت العافيه ما قصرت يا منيره. والثالث من؟ الثالث من؟ شو اس كل مشكور يا اس. مشكوره اس مشكور. السلام عليك. ومسكو كذلك كيف اطلع كلهم؟ ابغى اطلع عشان اشكرهم. من وين؟ من؟ رجعني مبتي رجعني ما تبدل فيكم لب قلوبكم. الدعم اس ومبارك لب قلبك. من بعد اضغط فوق المشاهدات. ايه فوق المشاهدات. لا ايوه طلع صح طلع. لا لا يا حبيبي لا. فوق المشاهدات. اي اس النون منيره نوره مسكوه حصه نقطه نجمه غزو العتيبي ضوح جي دعم الحمد لله دعاني لب قلوبكم. زينة بليس او كذا من شو اسمه زين مبارك ابو معاذ لب قلبك. هنا انجلش ما عرفنا الراء امل نبض الهلاليه انجازي ييا ما ادري شو اسمه ميما اس اس اتش ليلى توت في رقم هنا 4-2 لب قلبك. نور مينا وضحى القحطاني جعلك تسلمين ام اي قطر جعلنا ما نتبدل فيك اشجان
غزل حمد الكويت الامارات بقلبك جوب نوره اي 19 اصبر اي كيو 13 غزل حاذي نان ند وتد اي 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 نان اي اف اي اف ايش اسمها هذه مريم في صورة هنا صورة عرفت اتش الدوسر يعني ما بتسيك اسمه الضحوم هذا ني اي ريتش 99 روان نيزك ليستن ما ادري ايش قال او بي كيو 1 دي فيستكم قبل الضحوم قام يلعب في عيونه دايخ هذا ايش اسمه ايش اسمه ذا خلود فوقها رقم 55 اتش لمار بتروح الحمام لا الله يستر عليك هذه صورة الحب الأسود هذا شو اسمه؟ ضيعت اسمه. أو شيء الدوسري أم نقطة ما أدري شو اسمه فا الدوسري أوفاي ميمة قلب أمان يجعني مفتيكم الله كثيرين يجعني مف والله كثير نقسم بالله العظيم كثير يلبى قلوبكم روان الدوسري تي إتش 77 ميم وسارة حيا إيكي شدا روى الله هالعظيم كمان الله يعطيكم العافية اللي ما ذكر اسمه معذره نقسم بالله تعبت خلاص صوتي تبح عيوني قامت تكبس والله العظيم بلا صوتي تعبت تبعين كل ابوكم شكرا من اعماق القلب لبى الامارات اشكركم بعنف انا مذكر مشاهدين لا 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 اوصد الكلام ذا لا حول ولا قوه كان جميل جدا الله يعطيكم العافية استنونا حتى اللي قرانا تعليقات يا رب امان الله يلا بسم الله